السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس فارس جيمز، مقطع جديد في 18 كيف تجيب رونالدو البرازيلي. فإذا تبون وصف هذه السلسلة وصل هذا المقطع 20 لايك، فبس خلنا نبدأ سريع سريع. طبعا كذا الطول حقه بالانجليزي 6 و180 الوزن، الشعر كذا الحين نوريكم هو، والبودي تيب اللي هو جسم أفريج يعني متوسط. فشوفوا كيف الشعر عشان تلقون نظرة وتتأكدوا جيدا. فخلنا الحين بعد شوي ندخل في الاعدادات. فهذه بشرته، رابع بشرة هي بشرة رونالدو، بعدين الشعر ستايل لينث ثاني واحدة وثاني واحدة منها خلاص كذا، وبعدين كذا تحط الشعر لونه الثاني يعني على مضمون الثاني الأسود، الدقن ثاني واحدة، والشنب اللي تقولوا المهم هو اللحية، فلونه كذا وبس. خلنا نكمل كذا، هذا تلفها يمين شوية البورتيشيسيون، وهذا برضو تلفها على تحت، والثانية تلفها شوية يمين. بعدها العيون كذا تخليه واحدة على يمين شوية مال على اليمين أول واحدة، والثانية واحدة على اليمين كاملة، وواحدة برضو فوق وواحد مهم كذا. فأشوف اللاعب، طبعا أنا راح أتكلم لأن لو ما تكلمت راح يكون في مشكلة فحقوق المقطع، فزي كذا اي كلر كذا تسوي، بعدين تخلص اير ستايل كذا، بعدين تمشي زي كذا وتسوي يعني. اعذروني بس والله ما عارف ايش اقول لكم، بس يلا خلني بعطيكم سالفه سريع. مبروك طبعا لنادي الشباب بالفوز على الاتفاق والتعادل اللي صار بين القادسيه وايش القادسيه مع مين. القادسيه تعادل مع الفيصلي 1-1، وايضا حتى الان الراد بتعادل مع التعاون 1-1. طبعا المقطع هذا بينزلكم يوم الاثنين على ما اظن، يب بعد مقطع ايفاس اللي راح يكون يوم الاحد ان شاء الله، لان كذا الجدول بيكون يوميا بنزل لكم كيف تسوي اللاعب الين ما تنزل فيفا كامله، وبعدها يصير ايش اسمه او يعني لما تنزل عندي، وبعدها ايش اسمه راح انزل لكم طور مهنه الاتحاد وطور مهنه مانشستر يونايتد. اوكي، فاتمنى تدعموا المقطع هذا وتصلوا 20 لايك عشان نستمر، وبنزل لكم باذن الله لاعبين اخرين. فين وصلت المقطع؟ اتمنى يعجبكم المقطع، لايك فيفر سبسكرايب. كان معاك فارس فارس جيمز، مع السلامه. طبعا حط الجنسيه برازيلي والعمر زي ما تبغوا كل شيء، مع السلامه.